وأوضح محافظ صلاح الدين أن الاجتماع مع شيوخ والوجهاء هو لنصرة مدينة تكريت ولإحداث تغيير كبير فيها يلائم حجمها وتاريخها ويحقق تحسن للواقع فيها، مؤكدا عدم السماح بمصادرة قرارها من أي أحد. نحن هنا نجتمع لنصرة تكريت، لن نجتمع لأن نفرق تكريت، بأننا سنحدث تغييرا كبيرا في تكريت بما يلائم حجمها وبما يلائم تاريخها. نحن نتكلم عن مشروع طويل الأمد، مشروع تنمية تكريت وحقوقها، مشروع يتكلم عن أن نغير كثير من الواقع السيء لهذه المدينة وأن يأخذ كل شخص مكانه الحقيقي. لا نسمح بأن يتربع أحد على قرار تكريت وهو غير أهل لذلك. في المرحلة القادمة إن شاء الله ستقدم نموذج تعتزون به، وسيكون هنالك عمل مستمر من أجل أن تكون تكريت مدينة وقبلة لكل العراق. واليوم أنا أحسست بأن المهمة بادت سهلة، ليست مثل ما كان يتوقع الآخرون بهذه الوجوه الكريمة.